سأطلب من رئيس برازيل فخامة الرئيس لولا دا سيلفا ليتكلم أولا بشأن هذه الجلسة الختامية، وسأطلب من الباقين اللحاق به. شكرا جزيلا لإصغائكم. أود أولا الشكر موصول للرئيس سيريل راماسواميا. الشكر أيضا موصول لمجموعة وزراء الخارجية لكل العمل الذي بذلوه، وذلك لجراء وعقد هذه القمة، بالإضافة إلى توصل إلى إعلان جوهانسبرغ. المرة الأخيرة التي شاركت فيها في قمة بريكس كانت في عام 2010، وحينها كنت متفاجئا جدا من نضوج هذه المجموعة، بالإضافة إلى النتائج التي تمكنا من التوصل إليها. وفي عام 2011 طلبنا من جنوب أفريقيا الانضمام إلينا، مما زاد من تمثيلنا لدول العالم، ونعرف أن تمكنا من العمل على تحقيق اختلاف لنتمكن من تحقيق أهدافنا. نحن نتغنى بتنوعنا الثقافي. اختفى الإنجليزي. The BRICS offers us a source of creative solutions for the challenges that we face. The relevance of the BRICS is confirmed by the growing interest of other countries. ونحن نعرف أننا نحن نحاول قدر الإمكان ضم دول جديدة، لأنها شهدت كيف تمكنا من تحقيق الأهداف، وبإمكاننا التكلم عن توسع مجموعة BRICS لتشمل أعضاء جدد. وكما أشار إليه فخامة الرئيس رامافوسا، نحن نرحب بهذه الدول للسعودية والأرجنتين ومصر والإمارات وإثيوبيا وإيران. والآن الناتج إجمالي الناتج المحلي ارتفع ليصل إلى 37% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، بالإضافة ليشمل 46% من سكان العالم. مجموعة بريكس ستستمر بفتح أبوابها لأعضاء جدد، ولذلك لقد وقفنا على ما هي الإجراءات المعيارية لانضمام دول جديدة، كما سنؤسس مجموعة عمل لنتمكن من دراسة اعتماد عملة مشتركة كدلالة للبريكس، وذلك قد يزيد من خياراتها فيما يتعلق بتقنيات وآليات الدفع. وأود أيضا التشديد على أن القرار الذي اتخذناه من حيث إصلاح الحوكمة الجنوبية، ولا سيما فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن، يجب أن تتخذ بالاعتبار. وأخيرا أود أن أخصص رسالة خاصة لرئيس الأرجنتين، وهو صديق مهم جدا للبرازيل ولدول النامية. سنواصل المضي قدما جنبا إلى جنب مع أشقائنا من الأرجنتين ضمن المنتديات العملية الأخرى، وسنتواصل بمناصرة القضايا التي ستعمل على تحسين حياة شعوبنا ولمكافحة الفقر والجوع، بالإضافة إلى انعدام المساواة وأيضا لتعزيز التنمية المستدامة. فضلا عن ذلك سنعمل على محاولة تقوية كل الطرق للقضاء على انعدام المساواة، وهذا ما ستستمر بدول بريكس بفعله، وفيما تكون محركا لنظام عالمي جديد، وفيما ستعمل على انعدام التمييز وتعمل على تعزيز السلام وتعدد الأطراف، بالإضافة إلى الدفاع عن النظام العالمي. شكرا جزيلا لإصغائكم.